تفقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمر الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة أرض المعارض وعددا من المشروعات الصغيرة على هامش فعاليات مهرجان العالمين، وأجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع عدد من المستثمرين على هامش هذه الجولة. وطبعا الاستثمار هنا ملوش نهاية، يعني اللي عاوز يشتغل هيشتغل، اللي عاوز يعني لا، الاستثمارات هنا فرص كتير جدا 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 ولكل الناس، خلي بالك يعني سواء مشروعات صغيرة متوسطة كبيرة، للناس كلها عندها هنا فرصة كبيرة جدا للاستثمار، وده هتبقى يعني مش يعني نقول مثلا الأول إن هتشتغل شهرين في الصيف بس، لا أنا بقول لك لا هتشتغل إن شاء الله طول السنة. بص النهاردة إشارة مهمة جدا إنه التوجيه السياسي لما يبقى جاد ومحترم وعنده رؤية وفيجن وتطلع للمستقبل بتبقى دي النتيجة اللي احنا شايفينها المبهرة. أنا أمام مدينة، أمام استثمار، أمام ترويج سياحي ورياضي وثقافي وفني، مدينة متكاملة الناس تبقى موجودة فيها طول السنة، عندنا جامعات، عندنا بيزنس سنتر، يعني كل حاجة موجودة في المدينة، فرص استثمارية كبيرة، خلقت كمان نقطة جذب كبيرة جدا في الساحل الشمالي، كل عمق الصحراء الغربية اللي ورا العالمين الحقيقة هيبقى هو كمان محط أنظار المستثمرين، كل مستثمرين العرب والخليج بيفكروا يجوا مصر ويستثمروا، كل ده عملته العالمين والترويج للعالمين والمهرجانات ووجود المصريين في العالمين. كمان الحقيقة الاهتمام بكل أفراد الأسرة في المهرجانات ده شيء مهم جدا، إنه لكل فرد في الأسرة من الأطفال للكبار كل حد يقدر يجي يلاقي حاجة في العالمين تهمه ويحبها. كمان أنا عايز أشير لللفتة المهمة جدا إنه الشركة المتحدة الشاطئ اللي عملته للأسر المصرية بالمجان، دي لفتة مهمة جدا والحقيقة غاية في العظمة والإحساس بالناس، وإن كل الناس العالمين مش مقصورة على حد على فكرة، لا ليها بوابة ولا ليها أي حد يقدر يجي يدخل العالمين ويستمتع بيها، فده الحقيقة أنا أمام شيء مبهج جدا، ولما السياسة تصنع البهجة. أجمل مدن العالم اللي شفت عدة أماكن جميلة جدا، كله رائع، الشعب رائع، المناظر رائعة، بالنسبة للاستثمارات في مدينة العالمين أرى فيها رقم دبي 2 إن شاء الله. يعني طبعا حاجة مبهرة وحاجة بتقدم رسالة إن أنت فعلا عامل شيء يعني متنوع، حاطط فيه كل طبقات المجتمع، الناس يعني في شواطئ عامة، ناس في شواطئ خاصة، في حاجات، فدي حاجة طبعا ناجحة جدا. المنطقة اللي احنا فيها هنا المنطقة الرياضية باين قد ايه الناس مبسوطة، وده فعلا بيدل ان في هنا فرص استثمارية كبيرة جدا للقطاع الخاص سواء في الأعمال السياحية أو الأعمال الخدمية اللي هتقدر تخدم كل البشرية اللي ممكن تيجي هنا. الحقيقة المنزلة العالمين مش مجرد مدينة عادية، لا دي مدينة جاذبة لكل استثمار سواء استثمار خارجي، وانا شايف ان السياحة هيبقى فيه جذب للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية، والساحل الشمالي دلوقتي بقى العالم كله بقى بيتكلم عليه، فاحنا محتاجين اوض وغرف فندقية علشان خاطر ان هي تكفي الطلب المتزايد اللي هيجي على المنطقة بتاعت العالمين. منبهر بالمدينة، انا قاعد اتفرج على المكان، المكان ده شفته من سنين السنين، في تطور غير عادي بيحصل كل سنه، الشكل مختلف عن السنه اللي قبلها. شفت العالمين دي من بدايه بناها دلوقتي حاجه مبهره، يعني حاجة خرافية بصراحة. بجانب دور الشركة المتحدة، هي أصلا المشاريع لوحدها بتتكلم عن نفسها، وده يعني يمكن مش كلامنا احنا، ده كلام المستثمرين اللي جم النهاردة واتكلموا عن المدينة ومن اللي شافوه، يعني من التطور اللي كان بيحصل في السنتين اللي فاتوا وللي وصلنا له النهاردة، ده كان الفيدباك العام من عندهم يعني.